عليكم. ها انتم فاطمه، اش جابت لكم عتاني؟ جابت لكم الجديد شي جلالب خطيرين زوينين، لا من ناحيه الجوده ديال الثوب، لا من ناحيه الخياطه، خياطه غزاله، خياطه اللي ماشي كتحبب. كاينه الخياطه اللي فيها الرندا، كاينه خياطه المعلم. انا غادي نوريو بجلابه بجلابه. يلا مرحبا باختي، هي اللي غادي تورينا جلالب. السلام عليكم هدى، مرحبا بك عندي في المكازا. ميرسي بوكو الله يحفظك. شوفي تبارك الله جلالي بلا شحال غزاله. اها هانتوما في لورونج، عرفتي لورونج مع الكحل خطير. اليد شوفي كريب اوريجينال، شي حاجه باينه. شوفوا هاد لي تخيك اللي دايرين لهنا شحال زوين، عطاها واحد الرونق غزال. كان عندي في لي كولور مي بقات عندي في هاد، بقات عندها لورونج والموطار. الموطار خطيره مع هاد لو بلو. وكي قالت لكم الخياطه كليد، هانتوما نقرب لكم باش تشوفوا الحجرات اللي دايره هنا. ها هما هاد السليفات وهاد الزواقه اللي دايره هنا. شوفوا ديدين كي دايرين، ها هما واسعين. خياطه غزاله، خياطه اللي ما غتندميش عليها، والثمن راه مناسب. وكي قالت لكم راه بقاو عندها غير هاد الجوج. وشوفي ليا هاد الجلابه ديال الدجين، بارده غزاله غزاله في رمضان. نوريهم باش ها هي وبارده. شوفوا هاد الديسان اللي كاين هنايا، راه قالت لك مرسوم. شوفوا لي الديناس كي دايرين، كتجي مع لي زيسبا، كتجي مع لي طالون، كتجي مع كلشي. والخياطه الراندا كلها ملاقيه بالراندا هنا في الكتفات، هنا في القطان، واللون. وشوفوا هنايا اسورسي، شوف هادي مخدومه بلا بانتيغ. اييه شي حاجه زوينه، صبنا وردي. شوف كيفاش دايره الخدمه، راه باينه. شفتي الثوب ديالو؟ شوف كي طيح. وهاد الثوب راه كيبغيو البنات بزاف اكثريه في رمضان. الناس دابا رمضان باغيين داكشي خفيف وزوين. فوالا شوفي وغتلبسيها بوحدك، هادي انا نضمن لك ما غتلبسها معاك حتى شي وحده، يعني غتكوني مميزه بهاد الجلابه. شفتي راه الجلابه داويه على راسها. ها هي بوحدها كتهضر. هذا الشيء اللي كاين. يلا نشوفوا شكل اخر. كاين هاد الجلابات هي هماويه، هادي غزال، هادي ديال الحضور. هادي شوفوا لي هاد الطرز، هذا الطرز يبانو عندي هنا. شوفوا كيفاش داكشي مسيول الغزال. هادي شوف 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 على الخياطه، هادشي كلشي باليد، كلشي باليد. هادي شوف شوف شوفوا هادي تاهي بقات عندي فيها حبيبه، ديجا خدمت فيهم بزاف. بغيت نقول لك اللي بغات شي جلابه عجبتها مثلا ما جاتهاش فسمي في القياس ديالها، واش يمكن لك ديري لها بحالها؟ وي بيان سور، خدمي لها سوغ ميزيغ، ما عندناش مشكل. ايوا هادي راه زوينه، يعني جيتي ما لقيتي، جيتي ما لقيتيش القياس ديالك، يا كلتي غليظه يا كلتي ضعيفه، راه هي غتصايب لك سوغ ميزيغ ديالك. مرحبا بها. ايوا شتي شكون بحالكم؟ واقفين هنا سردوا الجميع. غادي تهلاي ليا في الكليان ديالي. يا غليظه عندك مرحبا بك. ربي يخليك حبيبتي. لله يمشي كلشي بخاطره ويمشي كلشي فرحان. داكشي اللي بغينا حتى حنايا. يلا دابا نشوفوا شكل اخر. شوفوا ليا عاوتاني هاد اللون الكري والغوزانديان. الناس ديال لي غوز يبانو هنا. اييه هانتوما شوفوا العقيقات كيفاش. اي هاي لا لا هادي حضاريه، هادي غزال. والعيد بيان سور العيد. وكي قلت لكم راه عندها جلال خطيرين، يعني غتلبسي بوحدك الشكيل، غتلبسي موديل غتلبسيه بوحدك، ما تلقايش شي موديل اخر في شي بلاصه اخرى من غير الموديل. هي راه احسن فاش كتلبسي الموديل مطلي كي كنقولوا، فيما كتخرجي كتشوفي كلشي لابسو ما كيعجبكش الحال، ما كيعجبكش الحال. ولكن فاش كتلبسي واحد الكوليكسيون ديالك انت كتحطيها وكتبدعي فيها. ها انت دابا فهمتيني، هانتي فهمتيني. هذه غزاله والخياطه ديال اليد. دوريني باش نوريهم الخياطه. هانا ها شوفوا الخياطه، شوف شوفوا هنا بان لي الحجر ياك، بان لي التراسان الحجر. التراسان كاين الحجر، وكاين هنايا عين عقده. عين عقده، عين عقده حاولنا نحيدوها، درنا بحال شكل ديال الشريحه. هذوك كيقولها خياطه ديال الشريحه. صافي الشريحه رمضان. شبكيه داكشي اللي كاين. يلا نشوفوا موديل اخر. مرحبا، كاين هاد لي موديل. خطيطه هذا غزال، هذه طاحت على عيني من الاول. مرحبا، تستاهلي كل الخير. غزال هذه هي براندا، لا تنقربوا ليهم باش يشوفوا الرنبات كما كتشوفوا. هانتوما شوفوا شوفوا الدريسات كي محبوكين في القبيل. هاتي شي غزال، شوفي اليديات هما.
يعني صبني وردي. هاتو زوينه ثوب بارد ديال بارد وجلابه طايحه في الخياطه ديالها كتبان راه كتبان زوينه. لا لا غزاله تبارك الله الرنده الحصيره هذه اللي كيقولوا ليها غزاله. وكي قلت لكم دابا رمضان حنا كنقلبوا على شي حاجه تكون خفيفه وشي حاجه تكون بارده. اكزاكتومون. يلا نشوفوا دابا شكل اخر. مرحبا. كاينه هذه شي حاجه سامبل. هذه سامبل خفيفه. كاينين الناس اللي كيعجبهم يلبسوا داكشي خفيف ما فيه لا لا حجار لا حتى حاجه. كتمشي مع لي طالون كتمشي مع كل شيء. ها هي لوين زوين والفصاله بانت ليا مخزانيه. مخزانيه فوالا. بلاتي نشوفوا الخياطه. ها انتما شوفوا الخياطه ديالها قرب لكم مزيان باش تشوفوا. ها هي غزاله تبارك الله ما شاء الله. واللي كي قلت لكم اللي بغى شي حاجه اخرى يعني ما لقاتش لاطي ديالها راه هي غتصايب عليكم. شوفوا لي شوفوا لي على هذا الجمال. شوفوا 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 هذه بالمبره. ها هي هذا الشيء غزاله هذا الشيء تبارك الله تبارك الله. هذا المحل غادي تحيري اشنو غادي تاخذي ما غتعرفيش مازال شنو غتاخدي. شوف وكل شيء كي قلت لكم الخياطه باليد. هذا هذا الشيء ماوي هادو راه الحضور العيد اللي بغيتي يعني وغادي تكوني مميزه بوحدك اللي لابسه. واصفيني الجلابه ديالنا. هاد الجلابه كما كتشوفوا راه غزاله ما شاء الله فيها هادو بالمبره مبره 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 بالعين عقده. هادشي شوف نتفع كوليكسيون كثيره ان شاء الله خدمتها فيها ومازال الناس كيطلبوني فيها وبقات عندي هاد الحبيبه هادي كنحطها هنايا في المكازا اللي شافها كتقولي خدمي ليا فحالها كنخدم ليها. مزيانه مزيانه وتبارك الله. وهماويه وهماويه وكي قلت لكم راه غادي تلبسيها بوحدك. في الحضور تجلسي بها وتمشي وكتكوني انيقه وكتكوني لابسه شي حاجه مع واحد الطالون صويك ويلي داك الشيء صافي. نشوفوا عوتاني هادي هادي عود ثاني غزاله حتى هي بالطرز. ها هي الطرز ديالها. هاد الطرز راه ما كيكحاش حقاش الناس كيخافوا من هاد السم اللي كحال هذا راه ما كيكحاش. شوفوا الخياطه ثاني عين عقده. شوفوا خياطه كي كنقول لك هاد الجلال بكاع اللي وريتكم دابا كلشي الخياطه ديال اليد داكشي ماوي يعني تلبسي وعارفه اشنو لابسه تلبسي وتردي. هادشي راه ما غتلقايه لا في دار السلطان ما غتلقايه حي محمدي ما غتلقايه حتى شي بلاصه غتلقايه في القيصريات باغوناما غتلقايه عندنا في بالي دوموند. مرحبا بكم غادي نصايبوا لي ان شاء الله فحال هادشي وما احسن ان شاء الله ورداو الكليان ديالي ان شاء الله. يلا نشوفوا عاوتاني. شوف هذه ثانيه هادي خسار هادي هادي شي عروسه هادي شي عروسه كيديوها الناس ديال هادي شي بغاو يديروا العمره اييه هكا عروسه ولا شي حاجه. هادا خسار زال زال تبارك الله. شوفوا لي الدوغي مع هاد الموف تنسيق في الالوان رائع. شوفي الموف فونسي كلير دوغي بلون كاسي يا سلام. ها انتوما شوف ها انتوما الالوان بوحدها كتهضر الجلابه بوحدها كتهضر ما بلا ما نوصفوها بلا ما نقولوا حتى حاجه بوحدها كتقولي كاجي خديني اجي شريني اجي شريني. لا غزاله تبارك الله ربي يخليك. شوفي لي شوفوا لي هادي هاد جلابه هماويه عرفتي هاد الجلابه راها غزاله وخدمنا فيها تبارك الله. شوفوا الحجيرات شوفوا الناس فن 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 هذه المفاجاه اللي كاينه الله في الدار. يلا دوري دوري وريني المفاجاه زيدي هذه ما شاء الله جيلي ملبوس فوق منها على شكل جيلي ولكن رب بهذا التريز زعما بهذا التريزات وبالعقيقات شوف العقيقات فيه واو 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 داكشي بالنبات داكشي غزال خدمه ديال المعلم. هذه خدمه ديال المعلم. لا باينه 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 هذه حطها ليا هذه هذه ولا في العيد في العيد لا 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 غتكوني مميزه هذه لبسيها وسيري عند عدوستك جاراتك جارات يا اختي ورديهم اختي المحل من شريتي مرحبا قولهم فاطمه راه وراتني. لا لا غزاله 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 تبارك الله ما شاء الله. هي حقا جلابه كتنسك الجلابه في هذا المحل واعره يعني حتى كنقول هذه زوينه كتجيب لي حاجه اخرى كنقول لها هذه زوينه. لا لا زوينين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اليد 100% هذه. لا لا غزاله زعما اللي خدات هذه وثانيه ما كديمونطاج عرفتي علاش؟ انا ما كيعجبنيش شي خياطه اللي كتكون دارجه
لان اون فوا كتلبسيها عندك شهرين ثلاث شهور كتلوحيها بحال دابا هادي غادي تحضري بها وغادي تخبيها عاوتاني شي حضور اخر واللي شافها غادي يسحبوش يلا خديتيها لان ما درجاش على المود هانتي انا هادشي اللي كيعجبني في الجلال بلا تكاشط ما كتكونش كنحاولوا نديروا شي حاجه ديالنا ما بغاوش نديروا شي حاجه اللي لا باين تبارك الله ما شاء الله مصممه خطيره ما شاء الله عليها يحفظها الله وشوفوا لي عاوتاني هاد الغوز يلا بانو بانو عشاق الغوز هاتو ما هاتو لا تخسي انتي نشوفو نشدو لهم الخدمة مزيان هاتي 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 هذا راه نصطوق هاتو وعتاء اللي كيبغيو جلابة تكون مفتوحة من الجناب هاتو ما هاتو تا هادي راه حضارية هادي هادي حضارية شوفي شي حاجة لبستها هي مع لي طالون كتبان كتبان غزالة شوف يعني لبستي وعرفتيش لبستي راه دابا نلبس لكم شي وحده باش تشوفوها مرحبا هانتو لا لا غزال ما شاء الله راه قلت لكم راه غتحيروا والله حتى غادي تحيروا في هذا المحل ما شاء الله عليهم ربي يخليك شوفوا لي هادي هادي جلابه هي جلابه او ميم طون غوب بالنسبه شي محتجبه هكا ما بغاش تلبس ديك الغوب اللي كيكونوا مزيرين ولا هذا او حتى ماشي محتجبه هانتي شوفي لي الدين ديالها كي دايره الكميمات ها شوفوا الكميمات فيهم لاستيك او شوفوا هاد الدوغي هاد الحجيرات اللي دايرين هنا يا سلام وهنايا راه كل هذا هاد الدانتي اللي كتشوفوا هنا راه كله منبت ها هو وهنايا راه دايرين ليها جوج لوينات ها البيض ها الغوز ها الموطارد درتي تسرحها هكا هادي غزاله هادي حتى هي تكوني معروضه بالليل او بالنهار غزاله شي عيد الميلاد شي اسبوع شي ختانة اللي عرفتي ليها خطيره شوفوا بلاتي هانتوما الداخل راه مبطنه الثوب فيه جوج لوان يعني الداخل بلون كاسي وهنا الموطارد دوري نشوفوا شوفوا القب هذا الشيء وشوفوا الثوب كي داير انا نقربوا لكم شوفوا الثوب ديالو الكاليتي غزاله والله الكاليتي ديالو زوينه مهم هادو راه تلبسيها محتجبه تلبسها سيده ماشي محتجبه وهذا اصلا شي عيد ميلاد شي سواغي كتباني خطيره هانتي شوفوا ليا شوفوا ليا هاد العبايه شحال غزاله انت راه بوحدها كتهضر على راسها ديال اخت فاطمه من عبايه ومنها قميص منها بلاتي ما شاء الله باش بان لكم مزيانه ها هي غزاله هادي زوينه فيها ثلاثه فيها ثلاثه ديال الالوان حتى هادي خياطه اليد هادي حتى هي خياطه الماكينه هادي خياطه الماكينه هادو غزالين كاين هاد الكولور هذا هادو فرمدان مريحين زوينين تلبسيها قبل الفطور ولا تكوني معروضه مورا الفطور او حتى نهار العيد حتى نهار العيد تجي عندك لواساتك تجي دوزتك اي خفيفه زوينه عندي منو واحد جوج ديال لي بياس ديجا شهم فيهم وتباعوا ما بقاوش عندي ما بقى عندك غير هاد جوج بياسات يلا سارعوا سارعوا شوف شكون اللي غادي شكون اللي غادي تكون مولاتهم وشوفوا لي يعني هذا اترا ديجا كنا تنعرفوهم كنا تنجيبوهم لا بغينا بحال كان شي وحده تصلي ولا دابا راه كلشي تبارك الله راه رمضان كلشي غادي يصلي وريني ديك الشيبيه بالبيض راه اييه اييه زوينه هادي هادي حتى البنات الصغارات 14 عام 15 عام 18 عام يلبسوا هادي ويمشيو يصليو البنات حتى هي بالقب هانتي هانتي شوف شوف يلا برعوا لي بناتكم يلا بالقب ها هما غزالين يلا زوينه تبارك الله وكاينه هادي حتى هي في الغوص ها هي شوفوا راه كيدخلوا فيهم الالوان هاد الالوان اللي كيدخلوا فيهم هي اللي كتعطيها واحد اللمسه غزاله شي ها هما يلا سارعوا سارعوا وجوا المحل راه غادي يعجبكم تبارك الله هاد الشيء راه عندهم روعه ربي يخليك غادي نشوفوا دابا كوليكسيون وحده اخرى غزاله وهذه كي قلت لكم حصريه حصريه عند عفاف مرحبا جيو عند عفاف غتلقاو داكشي حصري وزوين وغزال وغادي تلبسي بوحدك ما كايناش شي وحده اللي غتلبس بحالك ها انت عارفه شوفي غتلبس بحالك بحال هذا قميص قميص ديال الدار بحال دابا تلبسيه في العيد ولا في رمضان وزين عندك الناس زين عندك شي حد اللي ما بغيتيش تلبسي شي حاجه ثقيله وداك الشيء تقدري تلبسي وخفيف خفيف وزوين هذا الابداع ديالنا ها شوفوا الابداع ديال عفاف ها شوفوا غزال ما شاء الله
هانتوما هانتوما، شوفوا التنبات من الفوق، شوفوا لي اللبان، ضربوا لي على اللبان وعلى المرجان. هانتوما هانت تبارك الله ما شاء الله، داكشي غزال وخفيف وزوين. لا لا خفيفه ولوين زوين، بالنسبه حتى شي وحده الصميم راه هذا راه يفتحها مزيان، يجي مع الصميم راه يجي مع البيض يعني مع كلشي. غاجي وشريو غادي نشريو، تكعيش ليا المتتبعه. لا 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 اختي لا لا لا، شوفوا لي يا عاوتاني، شوفوا لي هذا الربع على شكل، على شكل غوب، شوفوا الفريفرات في الجناب، ها هو فوالا كيجي بحال شكل ديال الغوب من التحت بالطريزه. شوف دوري هكا باش نشدوا هاد الفريفرات مزيان. ها انتوا سي باش نوريكم، شوفوا التحت ديالو في الفريفرات في اليمين وفي اليسار، شي واحد المنظر غزال. وها انتوما وعاد دابا دوري باش نوريهم الخياطه. شوفوا الطرز، انا اللي كيحمقني هو التنسيق ديال الالوان، الوان ناسقه يعني مع الموف جا غزال تبارك الله. حسي هذه خفيفه تلبسيها هكا في رمضان، تلبسيها في العيد، تلبسيها في المناسبه، وي تكون عندك شي عراضه ولا نديرو تقميصات ديال الدار باش خفيف وزوينين. وانيقين، لا انيقين والله، زعما شي حاجه هماويه حاجه كتلبس كتبان. عاوتاني راه لبسه وتزيدي عليها شي زاكسسوار ولا شي حاجه راه كتباني ما شاء الله. شوفوا هاد القفيطين هذا حتى هو في الموف راه غزال، شوفي الخدمه ديالو كيفاش دايره. هذا حرير لا ثوب حرير؟ ثوب حرير. شوفوا لي هاد العقيدات ديال الورده، هاد هما والديزاين اللي عنده هنا، عنده حتى هنا محلول على جوج جوايع. لا لا زوين، لا ما شاء الله كيتلبس من هنا مكروز ومن التحت كيجي ايبازي بحال اين غوب. شوفي الكميمات، هذا تخدي ما ديري لي كاع الحزام الا بغيتي، ما ديريش الحزام، بغيتي ديري الحزام تديري لي شي مجدول ولا شي حاجه. اوكي هنا هذا هو ولكن السيل ديال اين غوب خطير زوين ما شاء الله. لا لا زوين، هنا كيكون العمق وهنايا جيت الظهر كيكون بحال هكا. راه قلت لكم راه تجيو عند عفاف والله حتى غتحيروا، انا بعدا دخلت وبقيت عرفت اش غناخذ. هذا كيجي غزال هذا في اللبسه. لا لا زوين، ايوا نشوفوا عساني هاد القفيطين. الا لا هذا حتى هو كله كله مخدوم كمخه، هذا الكمخه. شوفوا لي اليدين، شوفوا الكمخه شحال زينه مثبته ومسيطره. هذا تخوا كار في اليدين، هذا حتى هو كيجي غزال في اللبسه. هذا راه كيلبس بلا حزام، هذا بلا حزام كيجي واعر. لات باش نشدو ليه الزان ديالو التحتانيين، كيمشي مع بليغا، يمشي مع طالو، مع كلشي، مع كلشي، غنلبسي غنلبسي. لا لا زوين تبارك الله ما شاء الله. شوفوا اللور ديالو حتى هو، والثوب حتى هو غزال. شوفوا راه كلشي على الثوب وكلشي على الخياطه وكلشي. كي كنقول لك كديري شي ديزاين ديالك راه كتكوني مميزه في السوق. شوفوا لي هاد الجلبة ديالنا، شوفوا بالفولار ديالها، شوفوا الخياطة حتى هي كاتي نرجع شويه للور. هذا لون نوار روز، هذا نوار روز والارجنتي ياك. هكا هادي زوينه، راه فيها جوج الوان، هذاك اللون وفيها هذا اللون، ورا كلشي خياطه ديال اليد. شوفوا اللي عجبكم راه نخلي لكم النيميرو ديال عفاف، اللي عجبتها شي حاجه اتصل بها. شوفوا هذه، شوفوا هذه، هذه غزاله، هذه هذه الفن، فن 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 فن. شوفوا اليدين بلاتي، نشوف اليدين ديالها في الشكل، شوفوا اليدين ديالها ها معرض، شوفوا الطرز في اليدين، شوفوا الخياطه ديال المعلم شحال غزاله، وشوفوا الثوب رطب وبارد. يعني اللي عجبتها شي حاجه تجي عند اختي عفاف وراه هي راه غادي تصايب معاه في الثمن. وكي قلت لكم ما جاتك شي حاجه راه غادي تصايبها لك. مرحبا. شوفوا لي عاوتاني هاد الجين، ويا اختي عفاف وصفي وصفي بس عرفي هذا ماشي الجين اللي يعرفوا البنات داك الغليظ اللي كيتقال ولا اللي كيجي بالصاد. لا هذا الجين خفيف كما ورينا في جلابه الاخرى اللي مرسومه بلا بانتور. اييه هذا الجين خفيف وكيتلبس في 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 الصيف، يعني دونك بارد وعريضه عريضه وفيها الجيوب، فيها الجويبات فين نديروا الفلوس. وبارده باينه، هانتوما باينه بارده غزاله، وراه بقاو ليها غير جوجات تبارك الله. راه كان عندها الكونسيتي راه باعتو، عرفتي دابا مع رمضان كلشي كيبغي داكشي بارد، هادو اللي بقاو عندها. يلا اللي بغى شي حاجه يتصل بختي عفاف. مرحبا، وما يكون غير خير ان شاء الله. ان شاء الله.
سي عفاف كتواجد في غاليري بانوراما لونطري دو. ها هو اللي ما كيعرفوش فين كاين، راه هذا هو شارع المستقبل. ها هو كتجيو من رونبوان كبيره فين كاين شارع جامع الكرعاني، كتمي غدا 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 كتوصلي لإنوي وفاكاش، وكاينه واحد القهوه سميتها الشمس عبله. هيا راه اون فاس كاينه هاد الغاليري معروفه بانوراما اللي جا المستقبل راه غادي يوريها ليه. ها هو لونطري ديالها، هذا هو لونطري. كتبقاو غادي نتو دغوا حتى كتلقاو الدخله الاولى، لا الدخله الثانيه كيبقى واحد المانكا عندي، غيبقى واحد المانكا وغادي تدوري معاه. ها انتوما الدخله الاولى، لا الدخله الثانيه غتشتو دغوا غتبقاو عافاك. هانتوما غتبقاو غاديين غتلقاو هاد الماركة هنايا، ها هو المحل، ها هو المحل بالي دو موز. ها هو و غتدخلو شوفو لونطري ديال تبارك الله، شوفو المحل شحال غزال، راه فيه كلشي، راه فيه ست كاش في مرة إن شاء الله غادي نصور لكم هادشي. راه عندهم لي زاكسوسوار، عندهم يعني اللي بغيتي اللي بغيتي، الحزامات، اي حاجه ديال الخياط ديال اللي بغيتي كتلقيه، وكاين حتى الرومي. من بعد غنصور لكم، دابا صورنا لكم الجلالم مناسبه رمضان، اللي بغات اي حاجه سكرينيها وتصيفطها ليها ويكون خير ان شاء الله. ها هما كاع دوك الجلالم اللي درنا. نتمنى لا فيديو يعجبكم كالعاده، بارطاجيو بارطاجيو باش كلشي يستافد، باش كلشي يجي عند اختي عفاف. ومرحبا بكم، الى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.